لو تسمح بس ناخذ ال شو اسمه هذا. ايوه اوف يسوي دج. عز الله متنا يا شباب، عز الله متنا. ما في الا الفاس، هذا الفاس. ايوه اول مقابلة للثعبان. خربيته يختي فيه يا اخي. هذا لازم نعلقه، مو ناكله بس نعلقه كذا ذكرى. السلام عليكم، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من لعبة ستراند ديب. كالعادة أشكر كومنتاتكم ونصايحكم ولايكاتكم في السلسلة. تذكروا أني فتحت الماب وقلت لكم أنه يمديكم بالبوصلة تعرفون المكان اللي أنتوا فيه والمكان اللي راح توجهون فيه وما إلى ذلك. أول دقيقة من المقطع الماضي ريت أنكم تشوفونها. المهم هذه جزيرتنا الأولى، الثانية وهذه الثالثة حاليا اللي هي تبينها كبيرة وراح نأسس فيها وكل شيء. في نهاية الحلقة الماضية وصلت لها، أذكر أني ما نمت، أول ما وصلنا سوينا سيف ولكن يبالي أخذ لي غفوة وبعدها نستكشف بشوف كيف الوضع، لأن أذكر أنه وصلنا في الليل إذا كان النهار بعيد. أي والله الظاهر أنه توه بداية الليل، 27 دقيقة. مستحيل استكشفها، ما أدري وش من بلاوي فيها وش من حيوانات وانتم بكرامة فيها. فهل هلا بصناديقي، هلا بسفينتي، هلا بغريضاتي. فأول شيء يا أخوان خلنا ننام نعوذ من إبليس. طبعا ودي اعرف الاكل والماي كم راح ينقص. اذكر ان اول ما وصلنا كنا التونة، فالحين راح نعرف كم بالضبط راح ينقصنا من اكل وشرب مع كل نومه. ما ادري نقصنا 2 اكل، الماي والله ما اعرف كم بس اتوقع انه برضه الماي ينقص 2. المهم اكيد انتم لاحظتوا هذا الشيء، انا لخبطت نظرت في الهيلث شفت اول بارين كذا فل. الماي، موضوع الماي يا شباب، اول شيء لازم قبل لا اروح استكشف معي النخيل ومعي السوالف هذه كلها، بضبط الماي وبضبط الاوضاع هذه كلها. شوف القرش ابن الذين هوين، يخرب بيتك، انقلع انقلع جزيرتي هذه خلاص وخر. تدرون احسن شيء سويته يا شباب اني جبت الاغراض هذه كلها معي، بحيث الحين نقدر نضبط الفاير والاكل والماي والسواليف هذه كلها، يعني اغلب الشغلات معي. اول طلب نحطه اللي هو موضوع الماي، الوتر ستيل الفلاسك، هذا اكثر شيء بيتعبنا تقريبا، الباقي كله سهل. ان شاء الله عندي كوكنات اصفر، كوكنات اصفر. وين الاكل؟ اي والله عندي كثير. طيب خلنا نسحب هذا معليش عشان بس نرتب الوضع شوي. هذا الاكل خله قريب من الشلتر، ناخذ واحد كوكنات، بنحتاج معاه واحد لاشنج. اللاشنج بسوي كم واحد معي او الفايبر في هذا الصندوق. طبعا راح اقدر اسوي 2 لاشنج بس، فضروري اني انتقل هذا الموضوع. هذا اللاشنج الثاني، كلوذ عندي، لاشنج عندي، الفلاسك اقدر اسويه، سعف واحد وثلاث احجار. الاحجار لازم نجمعها بس دقيقة. هو خلنا جاهزين لاي شيء يطلع بوجهنا. اي حجر قريب هنا؟ اوف في واحد هنا حاط كام فاير قبلي ولا ايش؟ اي ظاهر انه ودع، مالوم القرش جالس يحوس هنا يدور فريسة ثانية. ايوه هذا الحجرة الاولى، تشوفون اخوينا هذاك في تقريبا ممكن حصل دي سرفايف 9، ممكن حصل 5 صخور كذا في هذا الجزيرة. طيب خلنا ندور الصخرة الثالثة اللي جبناها من الجزيرة هذيك عشان نحلل ما ننساها بعدين. هذه هي. طيب كذا 3 صخور معنا. هذا المعدات راح ارجعها ورا، رغم انه ترى الجزيرة الاولى يبيلنا نروح ونجيب المعدات اللي موجودة هناك زي هذه. كذا نقدر نحط الوتر ستيل الحين. هذا الوتر ستيل جاهز، اعطه السعف على السريع، اد فايبر نضيفه مع الماي. حلو بدنا نجمع وكذا منشل هم الماي، وكذا من ناحية الماي امورنا طيبة. الحين موضوع الاكل، موضوع الاكل برضه امورنا طيبة. خلنا نروح نستكشف، خلنا نشرب على السريع. افا ما في ماي. طيب وش مصدر الماي الثاني؟ الكوكنت، الكوكنت، يا الكوكنت، وين الكوكنت؟ افا اي هذا هو، خلنا نكسرها على السريع. لاعبي صار يعطش بسرعة يا اخي، ما ادري وش السالفة. وين الاسلحة؟ هذا الفاس وهذه السكين، اعطنا السكين وكسر. الحين يمدينا ناخذنا شربة، اعطني شربة. حلو الماي زاد حبة على بال ما يتجمع هذا، وهذا تجمع على السريع. حلو كويس، الحين معانا الأسلحة ونقول بسم الله. نبدأ باليمين، نلوت في طريقنا أي شيء الله يستر. ترى لازم تنتبه، ما
تدري وش يطلع بوجهك. موضوع الرن هنا خلاص ما عاد تركض. انا خايف من الثعابين. شوف فيه ستيك كذا تحصله على الارض. شوف هذا خلنا نتخلص منه لانه قريب مرة. عادي يغدر فيني في اي وقت. انا ودي اقرب شويش من هذا عشان افتك من الثعابين اللي موجودين في الجزيرة. والليل جاي يركض. اعطنا لهذا. يا طيب. يمديك ترقاه. تعال. والله يمديه يرقاه. يمديه يا اخي سهل. فيه طلعة. اوه خرب بيتك. اي تعال هنا. ما يمديك صح؟ ايوه 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 ما يمديه يلف. ظهرنا ما يمديه يلف. جميل جدا. اليوثيرن عنده دقيقة لا ننساه هنا. خلني اعطيها الرمية. المشكلة ايمي تعبان. ما راح ننساها اكيد يا كبرى. كذا افتكينا من واحد. خلنا نشوف في حجر هنا ولا شيء. والله في سكراب برضه. راح نعطيها الرمية يا سلام. والله ظاهرنا تعدى البيس. وش باقي بعد؟ وش باقي عندنا؟ هذا الثاني. لا 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 ظاهرنا في البحر. اي والله انه في البحر. السلام عليكم. يا سلام. هذا المشكلة ما يمديك تصطاده بال هذا. وش قتله هذا؟ اما قتلته بال شو اسمه؟ حصلنا لنا غدا. جيت ادور شيء الحين بيجينا القرش. وين السكراب حقي؟ اما ترمي سكراب في البحر تتحول الى سمكه. يا اخي البحر نظيف هنا ولا ايش السالفه كذا؟ احسه عميق مره. معني توني نزلت من الجزيره. يلا ما عليه تبردنا شوي وراح السكراب. فيه زي ال الله بلا استكشاف. خلنا في المشن. شوف حصلت لي صخره. يا سلام. شوف وين يزبنونها. يعرفون انك بتيجي من هناك يزبنونها ورا الصخره هنا. خرب بيت يا اخي. ايوه في شيء دخن. شفت يطيح. ايش هذا؟ لا وش ذا؟ هذا الخنزير. دقيقه دقيقه يا عزيزي الخنزير. يمدينا نجيبه من هنا؟ في صخرة يا اخي قدامي. تسمح لي اخذها بس. اوف ينحاش. على بالي بيهاجم والله. وهذا الثاني هنا. يا ليل الليل. وين بتنحاش؟ بتسبح يعني؟ يا اخي هدي هدي هدي. الله يستر من الايم. يا سلام. تعال 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 تعال. يا ولد تهويش هذا صعب. اثبت يا ابن الحلال اثبت. يروح بينادي اخويه. هذا وش بيجلس الحين؟ بيتم يراكض كذا؟ والله على بالي انك بتهاجم بس طلعت مساكين. بس خلاص يكفي. خلنا ننهي الحلقة على خير يا ابن الحلال. ايوه تعب. يا اخي بنهاجمك كذا بلا رمي بلا هم يحزنون. ظاهرنا صغير هذا. اوكي. اوف هذاك ابوه. كم حيوان موجود في الجزيرة؟ لا 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 بالغلط نسيت. بس هذا بناكله دامنا سوينا. ديسكاستنج بعد. انت وش ودك تاكل وانت مروق؟ بعدين وش هذا السعف اللي تحتي؟ اما ثلاث مرات تسوي السكن. حلو. اوكي. والله اللوت ما تقدر تشوفه بسهولة. يبيلك تدور حول المكان نفسه 20 مرة عشان تشوف الاغراض. مسرع ما عبينا الاغراض اللي معنا. تونا قلنا بسم الله. دامنا جبنا لهذا خلنا بنطبخه. وينه؟ هذا الميديم فيش. الظاهر انها مغيمة بتمطر. لازم نستغل الامطار. هذه الصخور. والله شكلها امطار مقبلة يا شباب. ساعة كم؟ ساعة 4. حلو الماي فل. خلنا نشرب. اوه عطشان لاعب اصلا. فبنستغل الامطار بالشكل الصحيح. حي ذا الصوت. طيب خلنا نضبط الكامب فاير. ما شاء الله. ضبط الكامب. وشب النار يا كليب شبه. خلنا نطبخ. اول شيء بضبط السموكر. السموكر وش الطلب؟ السموكر السموكر السموكر. خلها احلى باربيكيو. حجر ولاشنج وكلوث. كلوث حجر معي ولاشنج. شوف كيف يتعبى بسرعة. توها امطرت على طول تعبى اثنين. خلنا نشربه. اوكي الماء يقرب الفل. الحين نضبط الاكل. اول شيء الفاير بت وبعدين السموكر. واحد اثنين
3 لاعبي جوعان اصلا. الماي والشرب امورنا طيبه ان شاء الله، بس باقي كراب وباقي الخنزير وانتم بكرامه، والافاعي والله العالم اذا كان فيه في الجهه اليسار هناك في حيوانات ثانيه. بحاول اقصقص اللي قريب مني. اوكي اللحم حق شو اسمه ذا الراود للكرافت عشان الجلد، يعني اعطاني لحم واعطاني جلد، شغلتين الظاهر جتني. حلو والله نستفيد من الخنزير يعني. وفي واحد ثاني في الجزيره هذه، هذا لا انساه، خله قريب النار متى ما احتجناه. لا تنطبخ لا تنطبخ، خلك هنا بس قريب، ما راح نسوي له سكن الحين. يقول لي كان بي كرافتد التانينج راك، يتحول الى جلد في التانينج راك. وين التانينج راك اللي هو هذا؟ اوكي عشان يعطيني الجلد، الجلد اللي هو وين عشان نلقاه؟ هذا هو الليذل، يبيلنا نحفظ عشان ما نتوهق بعدين. خلنا حاليا نحطه ونمشي بس رحتنا ونكمل. خلنا ناخذ الكشاف، معي 3 كشافات، اتوقع هذا الوقت المثالي ان نستخدمه. شوف يمدينا نشوف الاغراض فيه، بس مشكلته انه مجرد ما تبدل يبيله تستخدم ايش اختصارات، يعني كشاف مفروض انه يكون يحتاج 1 لاشنج و1 كلوث. والله يستاهل، اعطنا الكلوث 1 مع 1 لاشنج اللي هو هذا. حلو، يقول لي نيو هوت كي اللوكت 1 و2 و3، هذا 1 والكشاف 2، فيصير عندي تبديل سريع. والله تشوفهم في الليل، احس في الليل شو اسمه تشوفهم اسرع او اسهل. يا زين الكام ذاك، هذا 1 ثالث الظاهر، يا كثر الحيوانات في هالجزيرة يا ولد. ما امشي خطوة حرفيا الا محصل فايبر، وانا على بالي الجزيرة هذيك افضل. هذا كم رمح ويموت هذا؟ لو تسمح بس ناخذ شو اسمه هذا. ايوه لا 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 اوف، يسوي دوج، والله يسوي دوج. خلص السبير، طيب خلنا نرجع ناخذ سبير، بس ما يمديني اهبده بالهذا. اخرب بيتك، وينك ما شفتك، برجع عند الصخرة هذه اللي قبل شوي. لا لا هذا يمديه يرقى، يخرب بالرمح بعد صقانة. عز الله متنا يا شباب، عز الله متنا، ما في الا الفاس، هذا الفاس. وبعدين بعدين يخرب بيتك، وبعدين بعدين يخرب بيتك. كيف الهيلث؟ هيلثي 3. تخيل اموت بسبب خنزير وانهي السلسلة، تخيلوا بس. يا اخي كان معي 4 سبير، 1 2 3. خرب بيتك يا شيخ تعال. هذا الغنيمة الثانية، جاينت هوج عملاق، فاير جاينت ذكرني فيه. وافتكينا من الحيوان الثالث، ونرجع للثعابين. عاد الثعبان يكفيه 3 ولا لا؟ هنا السؤال. هذا السبير اللي ضيعته الظاهر، اتذكر كان معي 4. في كونتينر احمر هنا، نشوف وش فيه. وش عندك يا عزيزي الكونتينر؟ في شغلات سامة هنا ولا هنا؟ بسم الله، اما فاضي مستحيل يا اخي. كونتينر وول، ممكن نكسره هذا ونصير نجيبه للبيس الظاهر، اللي جاي مقسم لي اياه. طيب خلنا نرجع، هذا يعطيك وضعية الصخرة. ايوه خرب بيته، اول مقابلة للثعبان كاني اشوفه. ايوه راح، راح يمين، راح يمين، خرب بيته يختفي يا اخي. لا 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 لا، مكانك، اثبت 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 مكانك. لا ارفع الايم شوي. ايوه ايوه وربي انه جاب لي قشعريره ابن الذين، صقعتين تموت. يلا كويس يكفي الهيلث عندي اصلا 3، مش ناقص كذا كفايه. خلنا نروح ناكل شيء.
نرفع الهيلث فيه، واذا قدرت انام بنام، مع اني امس نمت يا اخي، هذا صراحة ما اقدر اقاوم. حبيت اللاشين كذا من كثر ما هو نادر. لا سويت له سكن، يلا برضه. طيب الجلد ما ثعبان، ما يعطيني جلد، يلا ما عليه. والله انا خرشني هذا. هذا انطبخ خلاص، خلنا ناكل. ما شاء الله يا انه عباه. واو وش بدي اكل هنا؟ خنزير صغير ممكن. 10 ضربات تحول، اوف 0.3 بغي يروح علي والله. 10 ضربات ها، خلنا نقارن الحين بطوره. الريفايند يحتاج ليذل، عندي ليذل، اعطني واحد الحين. هذا الريفايند حلو، طورناه 100%. يا سلام. الحين تعال اعطني النخله، خلنا نشوف نفس الحجم اللي قبل شوي تقريبا هذا. الحين نجرب، 1 2 3 4 5 6 اتوقع 7 8 يعني توفر ضربتين بس. اما الكوكنت تعال يا قلبي تعال، وين رايح؟ تعال تعال وين رايح؟ انا جالس اكسر نخل هنا، وش طير هناك؟ الحين خلنا نروح نشوف ما تبقى من افاعي. الحين خف افعى واحد، خف خنزير واحد، يعني الوضع شوية تيسر، فيمدينا نتحرك براحة أكثر شوي إن شاء الله. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك، وينك؟ صوته مزعج يدخل مخ. تشوفون شيء يا إخوان؟ أنا أسمع الصوت بس ما أشوفه. تكفى ما أريد أي بويزن، تكفى. مش ناقص تسمم. ربي يا صوته مزعج. تقريبا هذا. انا توقعته هذاك. خلنا يجي من زاوية ثانية. المشكلة انه يتحرك، ويوم يطلع الصوت يتم ثابت. نرمي واحد كذا خدعة بصرية، ما في فائدة. بسم الله. على بالي هذا كله. وبعدين يعني يا شباب اقسم بالله نرفزني. اما معلق يكون في شجر مستحيل. لا هذا الحين المطر، المطر بيجي. شكلها بويزن يا شباب، والله شكلها بويزن. هل معقول صوته من بعيد ينسمع؟ يا الافعى يا الكريه يا رجال، فريت المنطقة كلها، وينه؟ هذا هو بالزاوية، الله يخرب بيته. ارفع الايم شوي، ايوه. لا تكفى، اما مات ضربة واحدة. لا ما مات، خلص علي السبير يا اخي. السبير كيف يخلص؟ ابغى السبير حقي لو سمحت. يخرب بيته على يساري من اول، مفروض استدرجه واخذ السبير حقي. ايوه الثاني لازم اضيع. بسم الله. ايوه يا اقسم بالله يا انه يوتر. انا بابويزن. تعال انتو، هذا لازم نعلقه، مو ناكله بس نعلقه كذا ذكرى. خرب بيتك. يمديني الويك فوق الشلتر، والله نحط مو فوق الكم فاير. ما شاء الله تبارك الله. تعال انا معي واحدة سموكت، خل ناكل ونشرب دام المطر جاء. ما في بيب، عبي يا حبيبي، عبي يا مدير، عبي عبي. الهيلث بدأ يرجع بشويش الظاهر، او لازم اسوي شيء. اي هيلثي كويس، الستاتس هيلثي. والله يا الجزيرة هذه يبالها سنة تلوتها. بعدين وش ذا، توني قبل شوي ملوته. كم منفعة يكون في المدينة يعني؟ معقول فيه واحد ثالث؟ هلا بليوكتري، هلا والله بأبو الفايبر كله، هلا. بعدين الجزيرة يا اخي تفتح النفس يوم تلوتها. شوف كان زابن هنا ابن الذين، عرفت؟ مو الجزيرة هذيك اللي، شوف كيف الفايبر واضح، تعدهم 1 2 3 4، اما 6 اذكر انهم 5 كانوا. شوف بكل وضوح، والله معاناه الجزيرة الاولى مدري الثانية هذيك. ضاعوا علي اول سبيرين لاني ما بعد ما قتلت الثعبان الاول ما رحت اشلهم، فراح احصلهم بعد شوي. هذا اكيد خرب، خلنا نشوف في ذبان يطلع.
ما في اي ذبان. هذا اللي انتم شاهدين، بس ناقص واحد. حرام، ما اتوقع في جزيرة فيها الفايبر هذا اكثر من الجزيرة هذه حرفيا. والله يا شباب 24 فايبر وثلاثة 27، يا ساتر. وانا من قبل يمكن مجمع والله قرابة العشرين، يعني تقريبا 50 فايبر في لفة واحدة ممكن تجيبهم. كذا اكون لوت الجزيرة، ابو الجزيرة. ما باقي غير النخل. دقيقة، في الظلمة ما راح تشوفون، بس انتوا اسمعوا الصوت، اسمعوا الصوت. ليه 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 ما تشوفون؟ ليه؟ شوف استمتع، وبعد بجيب لكم الكشاف. شوف استمتع. هذه قرابة 40 فايبر. وين اللي كان يحتاج اللاشنج ومش كافيني؟ وبس يا شباب، هذه كانت تجربتنا في البيس الجديد او الجزيرة الجديدة. ومثل ما شفتوا هذه كانت الحيوانات اللي كانت فيها وانتم بكرامة. نظفناها، الحين الجزيرة امنة، ما باقي الا يمكن شوية كراب كذا او سرطان البحر هذا، من الصغار طبعا مش من الكبار، وما في اي اشكالية منهم. من بكرة الصباح ان شاء الله راح، او من بداية الحلقة الجاية راح ابدأ موضوع الكرافتنج بالشغلات هذه كلها، لاني مجمع لاشك ومجمع كل شيء، مفروض اللوم والبلانك وكذا. بس قبل لا احطهم هذول كلهم، ودي اني صراحه اضبط لي بيس في احد اماكن هذه الجزيره، ويكون داخل البيس احط المصانع هذه كلها. هذه خطتي او هذه فكرتي، واعطوني رايكم بالكومنت، ونشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقه الجايه. اشكر من تسمين القناه، وشكر موصول لكل من دعمني بلايك كومنت وشير، ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقطع جاي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.